وعلى الجانب الإنساني يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده في مد يد العون للمحتاجين في كافة أنحاء العالم، وذلك بتوجيهات كريمة ومباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور سامر الجطيلي المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. مساء الخير دكتور سامر، جهودكم المباركة مشهودة في جميع أنحاء العالم اليوم ونحن نحتفي بالمملكة في يومها الوطني، كيف تتماشى هذه الجهود الإنسانية مع الرؤية والسياسة الراسخة لدى المملكة في إغاثة المحتاجين والمتضررين حول العالم؟ حياكم الله، أولا نحييكم وأحيي المشاهدين الكرام وأشكركم. الحقيقة هذه الحقيقة المناسبات تعمق العلاقات الأخوية بين البلدين وترسخها. الحقيقة أن البعد الإنساني كان متواجد وموضع اهتمام وتركيز منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المؤسس المغفور له الملك عبد العزيز طيب الله سره. الحقيقة أن المملكة العربية السعودية استطاعت خلال منذ تأسيسها ومنذ وجود وفر لديها استطاعت أن تقدم العون لأكثر من 85 دولة في أنحاء العالم، تجاوزت إجمالي المساعدات الإنسانية والتنموية ما إجماليه 95 مليون دولار. ثم بعد ذلك أتت اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتوجيهه الكريم بتأسيس مركز الملك سلمان في 13 مايو 2015. المركز أتى للحقيقة يقيم نموذج احترافي للعمل الإنساني، يكون أيقونة الحقيقة يمكن أن يستفاد منها، ويقوم كذلك على التنسيق وصناعة الشراكات مع المجتمع الدولي سواء المنظمات المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالشأن الإنساني وكذلك المنظمات المحلية. استطاع مركز الملك سلمان أن يقدم ما إجمالي حتى الآن 1350 مشروعا بتكلفة إجمالية تجاوزت 4.5 مليار دولار، وانتشر عمله في أكثر من 55 دولة حتى الآن. في هذه اللحظة وأنا أحدثك الآن يوجد هناك عشرات الحقيقة الناقلات والشاحنات التي تتحرك لإسعاف الناس في شتى أنحاء العالم. نحن الآن في اليمن، نحن الآن نعمل في السودان، نحن في لبنان، ونحن في دول أخرى نقدم الغذاء والدواء ونمسح على رأس اليتيم ونقدم الإيواء، وكذلك نحاول أن نساعد في مجال التعليم وبناء القدرات لكي نصل بأولئك المحتاجين وتلك الدول إلى مستوى من التعافي المبكر، ثم بعد ذلك نبدأ مسيرة البناء وكذلك التطوير. نعم الدكتور سامر الجطيلي المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جزاكم الله خيرا على جهودكم الخيرة وشكرا جزيلا لك.